8/6/2012 مدينة تلبيسي. إذا أردت أن تسكن في مدينة تلبيسي فعليك أن تختار المنزل المناسب مع الوضع في مدينة تلبيسي. فإن كنت تريد أن تسكن بيت عادي فانظر ما هي نهاية البيت الذي تريد أن تسكنه. تلبيسي تطالب المجتمع الدولي ببيوت آمنة، بيوت مصفحة للأطفال فقط، الرجال ليسوا بحاجة، ونحن مستعدين لتقديم كل شيء في سبيل الشهادة، بس الأطفال والنساء بحاجة لحماية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وين الضمير العالمي؟ الله يرزيك يا بشار. 8/6 تدمير منازل بشكل كامل. انظروا، انظروا يا صاحبين الضمائر الحية، انظروا إلى الفبركات يا قناة الدنيا اللعينة. دمرتوا تلبيسي، دمرتوا حمص، أحرقتوا البشر، أضررتوا الحجر. ماذا بقي لدينا؟ أين المسلمين؟ أين الضمائر؟ إلى أين نذهب؟ محاصرين من كل النواحي. نريد أن نؤمن النساء والأطفال فقط، فنحن رجال نحب الشهادة كما الأندال يحبون الحياة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل منطقة. وتجبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد.